الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر، باب الحكم بالشاهد واليمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لأحمد: إنما كان ذلك في الأموال. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي بالعراق، رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي. وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواعد، رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود. وزاد قال عبد العزيز الداروردي: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان قد أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. وعن سرق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب، رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأهل الحمد والمجد والفضل والثناء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن سار على نهجه واهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحكم بالشاهد واليمين. لا تزال هذه المسائل والأبواب في أحكام القضاء، يعني مسائل التقاضي وكيف يجري القاضي القضاء بين الناس، وكيف يحكم، وما هي أدواته ووسائله إلى آخره. هنا قال: باب الحكم بالشاهد واليمين. بمعنى القاضي إذا جاءه الخصمان، الأول مدعي والثاني مدعى عليه،
بمعنى واحد وصاحب الدعوة، مثلا محمد يقول أنا أدعي على أحمد بمبلغ كذا وكذا، فمحمد هو المدعي وعليه أن يثبت أنه يطلب أن له في ذمة علي هذا المبلغ، وعلي يقول لا 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 ليس ليس لي ليس له في ذمة شيء. إذا عندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، هذان هما الخصمان. معلوم أن القاضي أول شيء يسمع من المدعي يعني من محمد، ما هي دعواك؟ أقول كذا وكذا وكذا، عندك إثبات؟ قد أقول نعم كذا، ويأتي إما بشهود وبأوراق وإلى آخره، ويقول لا ما عندي، ويقول عندي شاهد واحد، أنا عندي شاهد واحد والمدعى عليه منكر طبعا. فهنا هل يكفي إذا طبعا المفروض أن يأتي بشاهدين، يعني شاهداك أو يمينه، شاهدين يأتي بها المدعي، وإذا لم يأتي بشاهدين المدعى يحلف أنه ليس في ذمة شيء لمحمد. فالمدعي يقول أنا عندي شاهد واحد. فهذا الباب هو أن ممكن أن القاضي يحكم بشهادة الشاهد ويمين محمد، يمين المدعي اللي هو طالب الحق. هذا معنى الحكم بالشاهد واليمين. الأصل أن اليمين على المدعى عليه المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل. والأصل أيضا يأتي بشاهدين، لكن هنا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشاهد ويمين، وهذه مسألة خلاف كبير جدا بين أهل العلم، خلاف كبير، هل يقضي بالشاهد واليمين أو لا يقضي؟ معنى أنه القاضي أمامه المدعي عنده شاهد ومستعد أن يحلف، مستعد أن يحلف، فإذا عندنا شاهد ويمين، هذا هو الباب وهذه المسألة. فقال رحمه الله: باب الحكم بالشاهد واليمين، يعني هل يحكم القاضي بالشاهد واليمين أو لابد من شاهدين أو شاهد امرأتان طبعا كما في الآية، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، والله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين وأشهدوا ذوي عدل منكم. وآية البقرة: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، لابد إما رجلين أو رجل وامرأتان. وهنا في السنة جاء أنه شاهد ويمين، شاهد ويمين. فقال: باب الحكم بالشاهد واليمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى يعني حكم واكتفى في حكمه بشاهد أتى به طالب الحق أو المدعي، ومع يمين المدعي أو يمين طالب الحق، وحكم بهذا. وأورد الشيخ في ذلك الروايات كلها، حتى قال ابن الجوزي أن فيها أكثر من 24 أو 22 رواية، كلها جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. والشيخ الشوكاني أطال في الكلام على هذه الأحاديث وعلى أسانيدها. وجاء في رواية أحمد: إنما كان ذلك في الأموال، يعني يقضي بشاهد اليمين في الأموال لا في الحقوق، الحدود والحدود في الأموال فقط، أما الحدود لو اكتفى بها بشاهد ويمين. وبعض العلماء يقول لا، حتى بالأموال وغيرها. وحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق اللي هو الطالب المدعي، وقضى به علي بالعراق أيضا. وأيضا رواية أبي هريرة
وسرق أيضا أجاز شهادة الرجل ويميل الطالب. ولهذا ابن الجوزي يقول زاد عددهم على 20 صحابية كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. ولهذا استدل بهذه الحديث جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من الأئمة فقالوا بجواز الحكم أن يقضي القاضي ويحكم بشاهد يأتي به المدعي مع يمين المدعي. وقال آخرون ومنهم أبو حنيفة رحمه الله ويحكى عنه أنه لا يجوز الحكم بشاهده ويمين. طبعا سنده طبعا في أصل عند الحنفية وهو أنه إذا كانت أن الزيادة من السنة على القرآن أنها تعد نسخا والسنة لا تنسخ القرآن لكن على كل حال هذا طبعا لا شك أنه أمام النقد كما يقول الشوكاني ما لا يستقيم لأن نفس الحنفية رحمهم الله أيضا استدلوا بأحاديث ومع أن يعني لا تقوى على تخرم قاعدته. ولهذا ما أحكي عن زيد بن علي وعن الزهري والنخعي وابن شرمة وأبي حنيفة أنهم لا يجوزون الحكم بشاهد ويمين من 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 نقاش في هذا وإن كان نقاشا علميا. ووقعت مناقشة بين أبي الزناد وشبرمة، شبرمة معروف من فقهه، فاحتج أبو الزناد بالأحاديث هذه، أبو الزناد احتج بهذه الأحاديث وأمثالها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهدين ويمين. فابن شبرمة قال إن الله يقول واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. لكن لا شك طبعا هذا لا تعتبر حجة لأن السنة حجة والقرآن حجة. والقرآن السنة تفسر القرآن وإذا وتأتي بأحكام جديدة كما هو معلوم أحكام مستقلة. ولهذا في الخلاصة يقول الشوكاني وإن جميع ما أورده المانعون من القضايا بالشاهد واليمين غير نافق في سوق المناظرة يعني لا يستقيم لأن الحديث ثابتة الحديث صحيح عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية وأقل نصيب من الإنصاف إذا كان منصفا. فالحق أن أحاديث العمل بشاهد ويمين زيادة هي لا شك على ما دل عليه قوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم وعلى ما دل عليه قوله شاهداك أو يمينه في الحديث الآخر يعني شاهداك أو يمينه. لكن هذه أيضا هذا نص آخر جديد اللي هو أنه قضى بشاهد ويمين فلهذا لا تعارض يعمل بهذا وهذا وهذا. فإذا لم يوجد شاهدين أو لم يوجد شاهدان يأتي بشاهد ويمين ويكتفي القاضي يمكن أن يكتفي بشاهد ويمين. الباب 15 باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحاه رجل في صدقته وضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب فقال إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فأردت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أفرضيتم قالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب فقال أرضيتم قالوا نعم رواه الخمسة إلا الترمذي.
وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يحدث الناس أني أقتل أصحابي. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. رواه أحمد ومسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري. حكاه أحمد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه. أيضا هذه مسألة من مسائل القضاء، وهو أن القاضي في مجلس القضاء مثلا تداعى رجلان على أرض، هذا يقول هي لي والآخر يقول لا هذه لي أنا، والقاضي يعلم أنها لأحدهما، هذا معنى هل يقضي القاضي بعلمه؟ هو يدري، يعرف أنه القاضي من أهل البلد مثلا، ويعرف الجماعة في البلد كلهم، ويعرف أن هذه ملك لفلان، فتداعوا عنده وترافعوا عنده، فهل يقضي بعلمه لأنه يعلم؟ هذه هي المسألة. ولهذا الأكثر العلماء يقول أن القاضي لا يقضي بعلمه، لأنه هو يصبح أشبه بشاهد، أما أن يكون قاضي لا. ولهذا مثل هذه إذا كان يعلم غالبا يتنحى وتنتقل إلى قاضي آخر، ويمكن يكون يشهد يأتي شاهدا، لكن أن يحكم لا يحكم بعلمه. هذه فرض المسألة. فأورد الشيخ حديثين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، يعني يأخذ الصدقة من الناس، من المزارعين ومن الفلاحين ومن الأغنياء، يأخذ الصدقة من المال الظاهر، فلاحاه رجل في صدقته، يعني اختلفوا يعطيه ولا يعطيه أو اختلفوا في المقدار، فضربه أبو جهم وشجعه يعني جرحه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: القواد، نريد القصاص، نريد أن تقتص منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الصلح، فقالوا: القواد يا رسول الله. فقال: لكم كذا وكذا، إن ندفع عوض إذا قبلتم يعني. فلم يرضوا، فقال فزادهم: لكم كذا وكذا. فرضوا. فقال: إني خاطب على الناس، يعني معلن يخطب الناس ومخبرهم برضاكم. فهذا هو الشاهد، أنه يخبرهم بمعنى كأنه بعلمه. قالوا: نعم، ما عندنا مانع تخطف الناس وتقول إن إنه حصل شج هذا شج هذا، وأنهم رضوا أن يأخذوا المبلغ الفلاني. قال فخطب، فقال: إن هؤلاء الذين، وفي رواية الليثيين من الليث، أتوني يريدون القواد، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أفرضيتم؟ قالوا: لا. في من جماعتهم لما أعلن وقال مثلا 200، قالوا: لا ما رضينا. طبعا الذين قالوا لا غير اللي قالوا نعم، لما أعلن قالوا لا، يعني كأنهم قالوا هذا قليل مثلا. فهم المهاجرون بهم، يعني يقعون بهم يضربونهم، لماذا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، أمر المهاجرين أن يقول أنهم يطالبون حق، فماذا من حقهم ألا يرضوا؟ القضية ما هي
قضية أخذ حق وإعطاء حق. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم ثم زاد، لما قالوا ما رضينا زاد أيضا، قال أفرض فزادهم، فقال أفرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على الناس، ومرة أخرى أيضا هذا كله مخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخطأ فقالوا رضينا، أرضيتهم؟ فقالوا نعم. أولا يدل على يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الحقوق وعلى طيب الخاطر، لا يأخذ بسيف الحياء. أو مثلا يعني مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم وله مقامه وله مكانته، وبإمكانه يعني لو ضغط عليهم نوعا ما أنهم يقبلون على مضض، فقال أنا أخطف الناس وأعلن، فبما يدل على 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 أولا هو يشرع لنا عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أهمية فعلا أن 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 حينما يختلف المختلفون أنه فعلا أن ينتهوا عن رضا، ولا يأخذهم القاضي أو الحاكم أو السلطان أو شيخ القبيلة أو رئيس البلد أو عمدة البلد، يأخذ الناس بقوته، لا، إنما لابد من التراضي. فإذا كان هذا مقام النبوة ومع هذا يعني الآن سأخطب حتى أرى أنتم رضيت أم لا. وتعرفون قصة طبعا حنين حينما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وغنم غنائم كثيرة جدا من ثقيف، كل أخذوا إبلهم وغنمهم كثيرة جدا جدا، فجاء الثقيف وأسلموا وطلبوا أن يعيد إليهم الغنائم، فقال لا أنا أسأل الناس. فخطب النبي في الناس، فقال إن هؤلاء قد جاءوني وأنهم أسلموا وكذا، وأنهم يريدون أن يعني طرسوا، قد قسم عليهم، قد قسم الأموال والغنائم على المجاهدين، فقد رأيتم أنكم تعيدون اللي أعطيناكم، وفي المغازي القادمة نعوضكم، في المغازي القادمة نعوضكم. فقالوا نعم، يعني قبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، يعني خشي أنهم يعني قالوا بسيف الحياء جاملوا، قال لا، إذن لا، اذهبوا حتى يأتي عرفاؤكم، كل مجموعة لهم عريف، بمعنى أني أنا غير موجود، عرفاؤكم يأتون إليكم وينفردون بكم حتى يبلغوني أنكم فعلا رضيتوا، يعني لأن الغنائم لما قسمت أصبحت ملك لأصحابها، فصار لهم مال حلال بلال. فالنبي ما أراد أن يأخذها بالقوة ولا بسيف الحياء، قال لا، إذن اذهبوا حتى عرفاؤكم يبلغوني أنكم بالفعل تنازلتم عنها بالرضا، وبالفعل تنازلوا بالرضا، ثم عوضهم في خيبر وفي غيره. المقصود فعلا أن حرص المسؤول سواء كان كما قلنا قاضيا أو كان سلطانا أو كان عمدة أو كان شيخ قبيلة، فعلا أن لا يأخذ الناس بقوته أو بجاهه أو بمقامه أو بسيف الحياة أو يضغط على هذا وهذا، لا ينبغي أبدا، لأن أولا الأشخاص محترمة والأموال محترمة، محترمة في أموالها وممتلكاتها، لا ينبغي أبدا أن يؤخذوا بسيف الحياة أو يؤخذوا بفعلا بقوة يضغط عليهم، إنما يؤخذ بطيبة من أنفسهم. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء كذا وكذا، فكأنهم قالوا أن النبي أخبرهم بعلمه، أنه بعلمه، هذا هو الشاهد. وحديث الثاني حديث جابر قال أتى رجل بالجعرانة، جعرانة وجعرانة منصرفه من حنين، جعرانة معروفة إلى الآن اسمها موجود، الآن اسمها موجود جهة الشرق مكة على طريق الطائف، طريق الطائف، الطائف له طريقان، طريق من الجنوب وطريق من الشرق، طريق الجنوب اللي هو الجبل كرى، والطريق اسمه السيل هي عن طريق السيل، جعرانة جهة الشرقية معروفة الآن، وقربة منها الآن بنيان مكة، تقريبا قربة من بنيان مكة،
فأتى ربيب جهران منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، يعني معه فضة يوزعها على الناس، ثوبه يعني معه قماش في ثوب في فضة، والنبي يقبض ويعطي يوزع على الناس. فقال يا محمد، رأى هذا الرجل، يا محمد اعدل، يعني قسم عليه بالسوية. فغضب صلى الله عليه وسلم، قال ويلك، من يعدل لما أعدل؟ حاشا أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بحيفه، فلقد خبت وخسرت إلا ما كنت أعدل. وهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام، من حلمه أنه حينما قال له أعدل، قال ما إذا 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 لم أعدل من يعدل؟ ولقد خبت وخسرت إلا ما أعدل. فقال أمر دعني يا رسول أقتل هذا المنافق، لأن فعلا اتهامه للنبي بعدم العدل فعلا قد يؤدي إلى الكفر. مجرد أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وتتهمه بعدم العدل هذا يصير كفر. ومع هذا النبي ما أقام أبدا، كان بإمكان أن يعزره. وكما في حديث سابق النصاري مع ابن الزبير، مع الزبير حينما قال أن كان ابن عمتك، اتهام، ومع هذا النبي بغض النظر عنه. وهنا قال اعدل، اتهمه بالجور، وهذا قد يؤدي الكفر. فقال عمر دعني أقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس وأن يقتل أصحابي، يعني هذه السياسة، بل غاية السياسة من النبي صلى الله عليه وسلم. هو يستحق القتل ويستحق، قال لا، لا يتحدث الناس أن 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 يقتل أصحابي، لأنه لن يعني الناس لن يعني قد لا يقتنعون باستحقاقه القتل أو نحو ذلك، فقدم هذه مصلحة على مصلحة أن 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 يقتله. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس وأن يقتل أصحابي، ومع ذلك سماه صاحب، لكن أخبر عن أمر غيبي. السلام عجيب، قال إن هذا وأصحابه أمثاله يعني أو جماعته أن يبنوا فيهم، مثل ما تعرف الناس حين الاجتهادات يتحزبون، قال إن هذا وأصحابه يعني أشكاله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من رمية، صلى الله عليه وسلم. وهذا خطير يعني، وهذا هم الخوارج، وهم اللي فعلا هم الذين يعني الفتن بدأت منهم، من عثمان وما بعد عثمان، لأنه مشكلة أن يظهر عليه مظاهر صلاح مظاهر تدين، يقرأ القرآن، يصلي من الليل، يبكي، عليه أثر السجود، حتى بعضهم كان يسمى ذي الثفنات، سمى ثفنات لزيادة تعبده وكثرة سجوده، حتى أثر على يعني ركبه وعلى جبينه، أصبح له يعني سجدة. لكن هذا لا يكفي، صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يغتر بما هو عليه من تدين، بما هو عليه من عبادة، بما هو عليه من مما فتح الله عليه من صلاة أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك أبدا. فالرسول يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بمعنى عليهم مظاهر تعبد لكنها ما أثرت في سلوكهم وما أثرت في مظاهر الإيمان من الدين ومن المروءة ومن الصدق ومن الخوف ومن المحبة والشفقة، كل هذه كل أثار إيمانية. فلا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرج من الدين من صلى الله عليه وسلم بلحظة، أشد من مروق السهم وهو يخرج من 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 محله، مما يدل على خطر، يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذرا. يعني فمجرد يعني مظاهر الصلاح لا تكفي،
طبعا نحن لا نتهم احدا، يعني ليس اذا رايت متدين اتهمته، لا هذا لا يجوز، انما الانسان ينظر لنفسه، يعني اما انا اوصي نفسي واوصيكم الا تتهموا احدا ولا تقول هذا 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 هذا, هذا لانه متشدد اخاف عليه، لا نعم قد تنبهه تنبيها يعني ترى انه مناسب، لكن لا تتهمه في ديني ابدا ولا تقول هذا هو اللي ينطبق عليه كذا وكذا ابدا، انما انتبه لنفسك انت، لا تعجب بنفسك او تعجب بتدينك او تعجب بعبادتك او بصيامك او بقيامك من الليل او كثره قراءتك القران ونحو ذلك او الاعمال الصالحه، انما لا شك نعمه ان يفتح الله عليك بالاعمال الصالحه، لكن يبقى ان تكون تجعل عليك من نفسك رقيبا وتجتهد في تتحرى العدل والاعتدال والوسطية أن تكون فعلا تفحص نفسك بين فينة وفينة ولا تعجب بأعمالك، ولا سيما أيضا يعني أحيانا يعني قد الإنسان صلى الله عليه وسلم يعجب بنفسه والدليل أنه يحتقر الآخرين، وإن لم يتحدث يعني تجد في نفسه تقال هذا، حتى وإن كان مثلا هو الرجل الذي يتهمه قد يكون من منسوبه العلم ولا الصلاح ولا كذا، يكون مع هذا في داخل نفسه لا، هذا إياك أن يكون في 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 صدرك، هذا 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 هو الموت، لا تتهم أحدا مهما رأيته على 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 نقص، إنما نصحه نعم وبين له، لكن إياك أن يعني يصل بك الحال أن يعني ترى نفسك يعني متقدما عليه، هذا خطير جدا، يعني خطير أن الإنسان يعني يكون في داخله مثل هذه الحديث والهواجس التي تجعله يستعدي على الآخرين. نعم الحمد لله الواحد يجتهد في العبادة ويجتهد في الصلاة ولكن يخاف بيد خوف الرجاء، لكن لا إياه أن يقارن مع الآخرين وأنه أفضل منهم، هذا 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 فين هذا هذا, هذا هو طريق الهلاك، ولذا قال يمرقون يخرج الدين وما شعر نسأل الله السلامة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم تلاحظون أحيانا نسأل الله السلامة يعني من تشدده وشدته، يعني هل يصل حال يعني مع الأسف عاشوا في وقتنا الآن، هل يصل حال أن يقتل أباه ويقتل أخاه وعمه؟ أعوذ بالله، أخوه يعلم أخوه يرى أن أباه يصلي ويصوم ومع هذا، هل أشد زيغ من هذا؟ ويرى أنه أكثر استقامة وصلاحا وعبادة إلى آخره، ما لا يوجد أشد من هذا الزيغ صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحتقر الناس العلماء والسلاطين والشعوب والناس، ما كل هؤلاء ليس شيء عندهم أبدا، هؤلاء متواطئون، هؤلاء ممالئون، هؤلاء راضون، لا تفتش عقل بالناس، إنما افحص نفسك، نعم تنصحهم ما يخالف، تنبههم تقول جزاك الله خير، تنبه على الله هذا حق، أمر معروف عن المنكر ما في إشكال، لكن يصح أنك تكفرهم وتصل أنك تهم فضل عن تعتدي عليهم أو تقتلهم بعد، وأشدها كما قلت لكم اللي في داخلك، يعني أكثر، لأن اللي في الداخل هو غالبا ينعكس على الخارج، يعني بمعنى اجعل ديانة لا تتهم أحد، لكن بعض الناس قد لا يتكلم لكنه فعلا يستنقص الناس، يستنقص هذا اللي يصلي أو هذا اللي كذا، حتى ولو مثالة الباب هو امتناع الحاكم من الحكم بعلمه، بمعنى أنه كما قلنا لكم القاضي لا يقضي بما يعلمه من حال أحد المتداعيين، وإن كان المسألة أيضا فيها بعض الخلاف خاصة إذا كان يعني
الموضوع عرفه بعد القضاء ليس قبل القضاء. وبعضهم قال ما أقر به عنده إلا أحد الخصمين في مجلس الحكم، فأيضا لا مانع أن يأخذ به، لكنه إلا إن لم يرجع الخصم عن إقراره. وقالوا أنه يقضي بعلمه في الأموال دون الحدود طبعا. وينسب هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف. ويقول أبو حنيفة القياس أنه يحكم في ذلك بعلمه، ولكني أدعو القياس وأستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه، يعني في الحدود. لكن الحقيقة فعلا يعني ينبغي، يعني الذي يبدو أنه في الجملة لا يقضي بعلمه، لأن الشارع جعل أساليب أو وسائل أو أدوات الحكم اللي هي اليمين، الشهادة، الإقرار، هذه هي التي يبنى عليها. لكن علم الحاكم لا يكون سببا أو سبيلا إلى الحكم على الناس. ولهذا الشارع جعل أسباب الحكم من البينة واليمين وكما قلنا والإقرار والقرائن والأشياء التي فعلا يعني خارجية ليس منها علم الحاكم وعلم القاضي. ولهذا صحيح أن البينة هي ما بينت الحكم ودلت عليه، سواء كانت إقرارا أو شهادة أو إلى آخره. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له، يعني بمعنى أنه اجتهادا وليس ولم يعني يقضي بعلمه أو على نحو مما أسمع، يعني ما أسمع من المتداعيين ولا يقضي بعلمه. وإن كان بعضهم فسرها قال لا، أن ما دام أنه العلم أكثر يعني يقينه أكثر من السماع، بعضهم فهما صح التعبير من باب الأولى. فإذا كان أقضي عن نحو ما أسمع فكيف مما يعلم؟ هذا بعيد على كل حال. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.